الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. صلى الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون تعلمون بأننا نعيش في آخر أيام العشر من ذي الحجة أياما من أفضل الأيام الأمل فيها ليس كالأمل في غيرها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة المؤمنين في هذه الأيام يشرع التكبير فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام ويقول سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ويقول أيضا وربك فكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. عباد الله وفي كتاب هذه الأيام العشر سيكون عيد الأضحى فاليوم العاشر من هذه الأيام هو أول أيام العيد ويوم عيد الأضحى يوم عظيم قد رأى بعض أهل العلم أنه أفضل أيام السنة رأى بعضهم أنه أفضل حتى من يوم عرفة. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله خير الأيام عند الله يوم النهر وهو يوم الحج الأكبر. ومما يقرب إلى الله في يوم العيد الحرص على صلاة العيد وحضورها مع المسلمين. فحرص أخي المسلم على صلاة العيد فقد وجه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن صلاة العيد واجبة واستدلوا بقوله تعالى فصل لربك وانهر ولا تسقط صلاة العيد عن أحد إلا بأذر شرعي.
حتى النساء عليهن أن يصلين الإيد ويشهدن صلاة الإيد مع المسلمين، بل حتى الهيب والأواتق، إلا أن الهيب يعتزل المصلى. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الأمور التي ينبغي تنبيه عنها في صلاة الإيد الابتسال والتأيد للرجال ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال. ومنها أيها الإخوة، يستحب في عيد الأضحى ألا يأكل إلا بعد صلاة الإيد، يأكل من أبهيته وهذا هديه. ويستحب للمصلي يوم الإيد أن يأتي من طريق ويعود من طريق آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ويستحب له الخروج ماشيا إن تيسر، ويكثر من التكبير حتى يحضر الإمام. عباد الله، أيام الإيد ليست أيام لهو ولا إبن وغفلة، بل هي أيام إبادة والشكر، والمؤمن يتقلب في أنواع الإبادات ولا يعرف لها حدا. ومن تلك العبادات التي يحبها الله تعالى ويرضاها صلة الأرحام وزيارة الأقارب وترك الأهل والعيال ومواساة الفقراء وتفقد المحتاجين من الأقارب والجيران. ومن شعائر يوم الإيد ذبح الأضحية تقربا إلى الله عز وجل بقوله سبحانه: فصل لربك وانهر، والذبح لهدايا والأباها من شعائر هذا الدين الزاهرة ومن العبادات المشروعة في كل الملل. يقول سبحانه: أما كما بدار كما جدابا، معنى أنك شيشتاً ودن جهاد وكما دوكي يستاها لك ودن جهاد. To mai irin wannan jihadin shi kadai ne zai fi wanda yayi wata ibada a cikin waɗannan kwanukan masu albarka. Ya ku ƴan uwana masu imani, waɗannan kwanuka muna ban kwana da su domin wannan rana ta yau ita ce rana ta ƙarshe a cikin waɗannan kwanuka guda goma. Sai kuma wata shekarar idan Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙaddara mana ganin su, muna roƙon Allah ta'ala ya maimaita mana su. Ya ku ƴan uwa musulmai, a wannan rana ta ƙarshe a cikin waɗannan kwanuka guda goma ita ce ranar Idi, ranar da musulmai suke tattaruwa a ko'ina a cikin duniya a masallatan Idi don su bayar da wannan sallah ta Idi mai raka'a biyu. Mu ma gashi a nan mun tattaru, muna cikin farin ciki mun gabatar da wannan sallah, muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya karɓa mana wannan sallah. Ya ku ƴan uwa musulmai, wannan rana ta yau rana ce mai falala, rana ce mafificiya a cikin kwanakin shekara. Waɗansu malamai suna ganin darajar wannan rana ta yau ta fi kowace rana a cikin ranaku a shekara. Suna ganin wannan rana, har Ibn Taymiyya suna ganin sallar Idi wajiba ce, sai suna kafa hujja da faɗin Allah mai girma da ɗaukaka a cikin Al-Qur'ani da Allah ya ce: fasalli li rabbika wanhar. Ya ku ƴan uwa musulmai, sallar Idi tana da lajibba, ana son yin wanka, ana sabo a ranar sallar Idi. Amma mata in za su fito su kula da kyau, kada adan da suka yi ya zamanto ya saba da ado irin na sharri yayin komawa gida. Duk wanda ya zo masallacin nan sallar Idi, to lokacin da zai koma yana daga cikin sunna an so ya canza hanyar da ya bi wajen zuwa a yayin da zai koma gida. Ya ku ƴan uwa musulmai, ranar Idi ranar ibada ce, ba ranar bukukuwa da shagulgula ba ne ga wanda suka saba ma shari'a, ba rana ce ta wasanni ba, ba rana ce ta rabkana ba, rana ce ta ibada, rana ce ta godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka. Lalle mumini yana da kyau ya kula da ibadu wanda ya kamata, ko shanu ko tumakai da awakai su ne ake yi da su. Yana da kyau a kula, ba a yi da dabbar da ke da aibu, dabbar da ba ta lafiya, ko dabbar da ke ido ido ɗaya, ko dabbar da ba ta da ido, ko dabbar da ba ta ji, ko dabbar da take da yankakken bindi, ko dabbar da take yankakken kunne, ko wanda kawanta ya kare. Waɗannan dabbobin duka ba a yin layya da su.
yana da kyau mu kula da wannan ana yi da lafiyayyen dabba ne wanda take mai lafiya sannan yana da kyau a kula akwai shekaru wanda dabbobi sai sun kai ake yin laye da su a cikin raguna daga wata shawo mun wanda ya kawo ma ba buƙatar ka kai mishi domin shi ma yayi abincika a samu wanda bai yi ba to sai a kai mishi wannan shine abinda sunna ta karantar da mu muna roƙon Allah mai girma da daukaka ya karba mana dukkanin ibadun mu wanda muke a wannan rana da sauran ibadun mu muna roƙon Allah ta'ala ya maimaita mana irin wannan lokaci a nan gaba lokaci masu yawa a nan gaba Allah mai iko ne akan haka a ƙarshe kamar yadda muka saba mukan yi addu'o'i na musamman a irin wannan lokaci dan neman yarda Allah da kuma neman karbawar ubangiji ya ku yan uwa musulmai kasar mu tana cikin wani yanayi na rashin tsaro na rashin aminci na musulmai da kasar mu baki daya waɗannan miyagun mutane masu daukar makamai suna afka magaruruwa suna kashe mutane suna tara hanyoyi suna satar mutane Allah kai mana maganin su ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah muna roƙonka ka taimaka mu shugabanni wanda suke da himma suke da azama wajen ganin kawo ƙarshen wannan abu Allah ka taimaka musu Allah ka ba su ikon yin abin da yake daidai Allah ka ba su ikon daukar matakan da suka dace Allah ka agaza musu ka taimaka musu jami'an tsaron mu wanda suke tsaye wajen ganin kawo ƙarshen wannan abu Allah muna roƙonka ka taimaka musu Allah ka tsare su Allah ka kare su Allah ka taimaka musu Allah ka tsare su lalatattu a cikin su ya Allah ka su ikon yin abin da yake daidai Allah ka tallafe su Allah ka yi musu jagoranci Allah ka dora musu akan abin da yake daidai dattawanta ka sa musu albarka ka sa a gama da duniya lafiya yaranta da matasanta Allah ka shiryar da su ka dora su akan tafarki na daidai ka kare su daga fadawa cikin miyagun halaye na shaye-shaye da ƙauranci da dabanci da sauran ayyuka na saban Allah Allah ka shiryar da su ka ba su ilimi mai yawa ka ba su ilimi mai amfani ka dora su akan tafarki na rayuwa mai kyau ka sanya mu gama da duniyar nan lafiya sa mu cika da imani ya ubangiji shugabannin mu na jiha muna ƙare musu addu'a Allah ya taimaka musu Allah ta'ala ya musu jagoranci Allah ya musu jagoranci muna tare da ɗaya daga cikin shugabanni muna roƙon Allah ta'ala ya tsare shi Allah ya mai jagoranci Allah ya dora su akan abin da yake daidai Allah ya taimaka musu wajen sauke nauyin amanar da ya dora musu Allah ya musu jagoranci ya tsare su daga dukkan addu'o'i subhanakallahumma wa bihamdi نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد